شكون توجه له اصابع الاتهام؟ بالنسبه لي انا اللي جيش الجماهير الدرجه كبيره هذيك. عندنا ثلاثة اسابيع قبل المقابله هذه نسمعوا فيه تحذير للدخله كبيره، تحذير لمشاهد حتى مشاهد عنف. علاه؟ على خاطر تمت المقارنه بين اللي صار في الماتش هذا واللي صار في مقابله الديربي الذهاب. وشو اللي صار ديربي الذهاب؟ ديربي الذهاب صار صار ضربة أقلام كبيرة برشا، صار إشعال إيقاف المباراة قرابة نص ساعة. هل حدثت أحداث عنف؟ فما شكون من الجماهير هبط اللوطة؟ ما صارش. لكن نحن كي نحبوا نعاودوا نفس المشاهد على الأقل نعاودوها كما هي، ما نعاودوهاش بتجيش، نعاودوها بهبوط على أرض الملعب بالاعتداء على لاعبي الترجي التونسي، بالاعتداء على الجماعة الأورليست. علي كلامك صحيح، لكن وقت اللي الببليك يعمل الكراكاج وما تصيرش رياكسيون توفى الكراكاج كيف يديروا النطاق، اما كي تعمل لي رياكسيون شنو الرياكسيون اللي صارت؟ صارت رياكسيون. شنو الرياكسيون اللي صارت؟ اسمعني يا استاذ خليني نجيبوها، ما هو نحن نتعاملوا بطريقه واضحه. شنو الرياكسيون اللي صارت؟ هاي نسالك كمان. انت حاضر شنو الرياكسيون اللي صارت؟ لا جاوبني. ما تسالش مانيش حاضر. هكا وما تحكيش مال. لا هكا لا. تحكي شنو هل انك تنفع عليها حق ان تقيم الامر؟ ما تقيمش امر ماكش حاضر فيه. لا. عندنا انا عندي الملاعب اللي قدامي اللي المسؤول اللي تضرب في التونيل ما حصلش، المساعد المدرب اللي تضرب امر ما حصلش، وعلى خاطر انا مانيش حاضر ما نجمش نتكلم عليه. كمل تاون جاوبك. اذا كان باش نقعد نبرر العنف ما نجمش نعمل حتى شيء. انت لا حتى حد يبرر العنف. انا معك. العنف هو اكثر فينومين يهدد الرياضه. لازمنا نسب كلها. انا معك. باش نواجهوه باش نواجهوه. انا معك. اول حاجه نحطوا مرايه قدامنا باش نعرفوا مسؤوليتنا الناس كلها. باش نعرفوا نحن كجمعيات كهيكل الرياضية شكون كل واحد شنو دوره في المأساة اللي صايرة. اسمعني انا معاك، اما انت فما مظاهر راهي ما تليقش بكورتنا. صار الكراكاج جمهور الترجي في مباراة الذهاب وما صار لا باس ما صار حتى شيء. عادي جدا راهو باش نستنى ردة فعل جمهور النادي الافريقي باش يعمل كراكاج. كراكاج ينجم يكون سلامات كما قلت، كما تنجم تشكير فيه ديراباج. هنا لو مع وين انا نتفق معاك ونتفق معاك على طول. وين دور الهياكل الرياضي؟ يا سيدي يعملوا قوانين، علاش نخافوا من الكافر والكافر تطبق علينا القوانين ونبداو خايفين ونبداو ننبهوا ونتعدى وقت تبدا الكره في تونس خاطر الهياكل نتاعنا ما تطبقش القانون، نعملوا شو نحبوا، يا ولادي طبقوا القانون، عاقب نحي موان 3 ونحي موان 6 تو ناس جيل اثنين، الهياكل انا قبل ما نوصل للجمهور وباش نمو على الجماهير لا هذه ولا هذه، الهياكل وكان طبقت القانون وحميت انت الجمعيات وحميت الجماهير رانا ما وصلناش للحاله هذه. ناخذ نقطه تطبيق القانون، اذا كان في مقابله النادي الرياضي صفاقس والنادي الافريقي اللي شافت القاء مقذوفات على الملعب والحكم ما داون حتى شيء، اذا كان تعاقب النادي الافريقي بعقوبه الويكلو كما يقتضيه القانون نوصل هذا؟ لا لا ما هنا ما نشطرش نبدا انا عن نفسي نشوف اللي مقابله الترجي وشبه القبيل صار فيها مشاهد مؤسفه للغايه. الترجي تعاقبت. الناس كلها قامت بدورها، عرفت شنو الخطا بتاعها، عرفت مسؤوليتها، عام كامل نصلحوا من رواحنا، لكن بدينا نصلحوا من رواحنا. غزرنا لرواحنا، عرفنا اخطائنا شنو هي. نتصور باش نبداو نلقاو الحل، نغزو لرواحنا الاخطاء. قبل ما نحكيو على الحلول استاذ خليني نقول كلمة على مسؤولية اللي صار مرفوض جملة وتفصيلة. كان فما احداث عنف في اي مباراه رياضيه تعرفها الكلوب ولا الترجي ولا ليطوال ولا هلال الرديف ولا اي جمعيه في تونس راهو العنف مرفوض جمله وتفصيلا، لكن فما حقيقه زي ما تتقال. شنو الذنب الوليد الصغير هذاك يحب النادي الافريقي مشى يتفرج يلقى روحه لوطه، ربما كنا نشوفه سامحني ضحيه اخرى بعد عمر العبيدي من احباء النادي الافريقي. شنو الذنب لحب المحب هذاك؟ كنا نتعاملوا نجموا نتعاملوا بتعاطي لين. راهو ايش نقول لك؟ مش هنا راهو نتاكي في الامن، الامن على روسنا وعيننا، المؤسسه الامنيه راهي قاعده تناضل باتم معنى الكلمه، قديش منه عون الامن وعون الامن راهو كي يبدا قاعد في رادس ولا في بيرو ولا في الشارع. انا نقول لك حاجه بكل صدق، عون الامن تحترمه يحترمك، عون الامن ما تتعداش عليه راهو ما تصوروش يجي ينقز عليك. اكيد انا خوفي الكبير مانيش نتهم في جمهور النادي الافريقي، ارقى جمهور النادي الافريقي وجمهور النادي الافريقي وطني، لكن ثم بعض الدخلاء اللي نجموا باسم جمهور النادي الافريقي يشوشوا ويوسخوا النادي الافريقي كما تصير في الترجي، جمهور كبير وعريق تلقى دخلاء صار اللي صار كم من مره، السي اس اس ليطوال استاد بنزرت اي جمعيه في تونس، لكن خوفي الكبير على شكون انا؟ مباراه كره ديربي ليذهب للجحيم. خوفي الكبير على تونس
خوفي الكبير على استقرار تونس، على أمن تونس، خوفي الكبير من الناس اللي قاعدة تحب توظف مباريات رياضية لضرب استقرار تونس، لضرب الدولة، لزرع الفتنة، خلينا نقولها أكثر، للتشويش ولضرب رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لأنه أعطى درس في الوطنية وفي حبه لهذه البلاد على غرار كل مؤسسات الدولة. لكن إلى متى زاد باش نقعدوا نتعاملوا بعين شافت وعين ما شافتش؟ راهو اللي يغلط يحب الكلوب، يحب الاسبيرانس، يحب بنقردان، اللي يحب يحب على روحه. إذا غلط يخلص، يطب نطبقوا القانون على الجميع. وأنا هنا ما نمشيش معك في حاجة أستاذ، أنا جايك أستاذ كمال بن خليل، كما قلت أنت أستاذ سيف الله، ما عادش تحكي لي على الجامعة والرابطة. الجامعة والرابطة كان جو مؤسسات عادلة، رانا ما وصلناش للعنف. الرابطة والجامعة منذ سنوات متورطين، هما اللي قاعدين يزكيوا في العنف بطريقة أو بأخرى. كي تسرق لي عرقي لا للعنف، العنف مرفوض مهما كانت. لكن أنت، أنت قاعد تحط في الرابطة والجامعة والسياسة اللا عادلة، هي تخليك تحط الجامعة في المؤسسة الأمنية في مواجهات. أنا كمحب للترجي ولا للكلوب ولا لأي جمعية في تونس نتفرج في الستاد، جمعيتي خسرت، شفت ملاعبية بلو المريول، نصفق على الفريق الرابح ونقول إن شاء الله فرصة قادمة جمعيتي تربح، والناس كل تروح تحب بعضها. وهذا سعد مجيد في عهدكم أنتم الكون نعيشوا فيه في الملاعب. لكن اليوم فما جامعة غير عادلة، فما رابطة غير عادلة، سياسة المكيالين، سامي العكريمي يضرب دبوزة نطفي عليه الضوء، سعد مجيد الجوبتيني يرمي دبوزة نضرب جمعتين ميكلو. هنا نقول كي نطبقوا القانون تو نرتاحوا من العنف، لن نرمي الكرة في شباك المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية قديش منها يا خويا؟ الجريمة، التحايل، العنف، شنو آخر؟ شتى الجرائم يا أستاذ كمان بخيل، يا خويا أنا نقول شابو با للمؤسسة الأمنية. ناس منظمين بأتم معنى الكلمة حقيقة، مانيش نعمل في الشعبوية، المؤسسة الأمنية ناس منظمين في البلاد، لكن أنا كمحب نحترم روحي ونقدر كي نحترم روحي. انت سواء معلى عامل خيط ولا 10 نجوم تحترمني بالسيف عليك كعون امن ولا كاطار امني كبير، راك تحترمني اذا انا نحترم روحي. استاذ كمان بخليل خليك الكلمه ليك. شكرا صاحبي. والله انا كي سمعت الاستاذ سيف الله مفتاح بدا الدخله نتاعه وحكى على ضروره القضاء على العنف فرحت، قلت والله يعطيه الصحه باش يحكي بحياديه. عمل الوقت يقدم وانا نشوف فيه قاعد يرمي في كور معناتها للنادي الافريقي. والله سيف وقت تحكي تقول الرابطه عاقبت الفرق الكل بالويكلو كان فريق واحد، نقول لك مش صحيح. مش صحيح، برشا فرق ما تعاقبتش بالبيت، فما زوج فرق تعاقبوا بالويكلو. يعني انك تعمم في ايحاء مبطن وغير بريء الى انه النادي الافريقي الفريق الوحيد اللي ما تعاقبش بالويكلو، فنقول لك راه عيب. ثم انه انت رجل قانون، وقت يجيك محضر والقاضي يحكم بعد ما سمع الدعوه، ما يجيش شخص اخر يقول راني ريت هذاك ضرب، المحضر فيه ادله ناقصه. وقت اللي حكم المباراه حط غيانا سينيالي، فريانا سينيالي الرابطه طبقت القانون، تمشي تطلب معاقبه الحكم نسمعك، ما قامش بواجبه. لكن خويا عندنا ذاكره راهو، والذاكره ما ماتتش. هبط واحد من جمهور النادي الافريقي وحب يحرق البنك اللي فيه الترجي، كلمة يحرق بين قوسين ضحكتني. اليوم صباح في الراديو أنا مع عبد المجيد قوبانتيني سألوني على الشخص هذا، قلت له يتحمل مسؤوليته قدام القضاء، يعني من أخطأ يتحمل مسؤوليته، واضح. لكن يا سيف ما نحبش ذاكرتك قصيرة، البارح واحد هبط الدربي نتاع عمناول 300 ورا معز حسن 22 300 شخص تصور موجودين ورا معز داكوردو وريانا سينيالي ولا ويكلو ولا يحزنون. ما سمعناكش تتكلم وقتها على القضاء على العنف وعلى الواحد. ان اليوم باش نحملوا جمهور النادي الافريقي المسؤوليه وباش نردوه مجرم، قل لكم لا راهو عيب، راهو ما يجيش. صالح قال كلمه وانت قلت هالكلمه، قلت جمهور جاي باش يفرح ويتفرج، ما نصورش الجمهور هذايا جاي باش يعمل مشاهد هذايا. أنا نوافق صاحبي وقت يقول لك ثم دخلاء ولا ثم حكاية غير بريئة صارت باش يحصل مواجهة بين الأمن والجماهير. والحكاية البريئة هذه أنا نتمنى أنه السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام للأمن الوطني اللي أنت شخصيا تعرفه قاضي فاضل
وهو يمتاز بالكفاءة. إن شاء الله التحقيقات اللي يجريوها تجيب لنا شكون العباد اللي عملوا العملة التي جيشت الجماهير وخلت اللي صار صار، على خاطر الكراكاج اللي حكيت عليه أنت في مباراة الذهاب ما صارش بعده حركة استفزازية. ليش ما صارتش؟ ما صارتش بعد، وخلي انا ما نقولهاش، تو القضاء يقولها لك والامن يقولها لك، خاطر انا على يقين انه رجال تونس في وزاره الداخليه تو يجاوبوك عليها. انا متاكد من هذا. دونك اليوم اذا باش نحكيو المشاهد هذه فاش قاعده توري؟ قاعده توري في 10 15 قاعدين يتصادموا مع الامن، لكن ثم 3000 قاعدين يجريوا هاربين. دونك لهنا العباد اللي دخلت في الهستيريا ماهيش برشا، وموجودة في جمهور الترجي، وموجودة في جمهور النجم، وموجودة في جمهور نادي الصفاقسي. لهنا يلزم صوت العقل وصوت الحكمة ونرزنوا شوية، مش خاطرنا رابحين وخاطرنا شيخين يلزم الجمهور هذا نعملوا له محاكمة ونعدموه. لا لا، الجمهور هذا يا خويا الغالي ما كما جمهوركم، يعني عنده جنون وعنده عشق، وانت ظهر لي من أكثر العباد اللي يعرفوا لو فينومين متاع الجروب، وتعرف انه الولاء نتاع الجروبات هذه يلزمنا ندرسوه. الظاهره هذه يلزم ندرسوها. راهو في انجلترا وقت اللي صارت الهوليغانيزم راهو ما حشموش، راهو عيطوا القاضي مختص في علم الاجرام وناداوا له ايجا خويا، قالوا له الفينومين هذا نحبوك تعالجوا. ما حشموش به الانجليز، نحبوك تعالجوا. وحكيت لك عبد المجيد الصباح، القاضي هذا من بين الحاجات الاولانيين اللي درسهم جاي يشوف يلقى الانجليز، خاطر مش كيفنا نحن يعني طبيعتهم رايحامي اكثر منا صالح، يلقى الانجليز اللي عندهم كالعاده نتاع تناول الخمر كي يبداو ماشيين للستاد، عندهم لا تراديسيون انهم يتعداو للبار يعملوا ها الباب اكزاكتومون ابارتيغ دو 11:30 يبداو في البار. اش عمل القاضي هذا؟ اصدر قرار المباريات نتاع الدوري الانجليزي العشره نتاع الصباح ولا 11 تذكرها سامي، قضى عليهم. يعني ولات الناس تمشي ماهيش في حاله سكر. صدر قرار ثاني بمنع الخمر داخل الملاعب كانوا يدخلوا. يعني الظاهره ذي لازم نعالجوها. الملاعب فيها الكل. باش تعالجها؟ باش تعالجها؟ نعالجها بتطبيق القانون. نعالجها بالتصدي القانون. بالتصدي للي يخطئ يتحمل مسؤوليته، على خاطر ربي سبحانه قال ولكم في القصاص حياه، دونك اللي غلط يتحمل مسؤوليته، لكن اثنين يتحمل مسؤوليته في اطار كلمه مهمه جدا، العداله. العداله مش جماعه فرض وجماعه سنه. مش جماعة فرض وجماعة سنة، وأنا هذايا متأكد اللي توا في تونس ينجم يصير العدالة للجميع.